السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهل جدا ان انا اجي هنا واقول له نيو لير واسمي الاسم اللي انا عايزه. بس لو انا مش بشوف القواعد هتلاقي حاجات غريبة، يعني دي لوحة عشوائي، في لير اسمها ليرز، تمام، في الدايمنشن موجود له تلات ليرات، دايم ودايمنشن بالاس دايمنشن بالتي وارك، وبعدين ما تعرفش فين المعماري وفين الانشائي، فين الحرف الاي وفين بحرف الاس وفين بحرف الام، ف ما تقدرش تحصل على اللير او تعرف دي بتاعت ايه بالذات لو حطيناهم كلهم مع بعض. طيب، في برنامج اسمه اوتو بلاير، البرنامج ده ممتاز جدا، بيجيب لي الليرات كلها بتاع كل السيستمز، وتقدر تعلم على اللي انت عايزه وتقوله انسيرت، بحيث تعمل انسيرت للليرات دي في قلب اللوحه اللي انت شغال عليها. فده بيفيد ان كل اللوحه اللي شغال عليها تبقى بنفس الليرات، لان على طول هتفتح الاوتو بلاير وتعمل داونلود الليرات اللي انت عايزها. ولو انت عايز الليرات جديده بنفس التسميه دي بتقول له لايرز. لو انت عايز تعمل جروب جديد من هنا بتقول له نيو جروب. لو انت عايز تضيف لاير جديده بتقول له اد، وبعد كده بتبدا تدخل بقى الاسم بتاع اللاير، الكالر بتاعها، اللاين تايب، الويت، اللاير ديسكريبشن، التايتل بتاعتها، وبعد كده تروح ضايف اد لاير.